اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في هذا القسم راح نحكي عن الداتابيز. إيش هي الداتابيز؟ الداتابيز هي عبارة عن إنشاء جداول لحفظ البيانات لمدة طويلة، يعني مش مؤقتة خلال الران تايم زي ما قلنا في الأوبجكت، لا، هذا التقاعد بيانات إن تحفظ البيانات لمدة طويلة في جداول. تمام. طيب طبعا احنا حنعرف في هذا القسم كيف نعمل جداول عن طريق اللي هي الاكسس. طبعا هنا في كمان سي كيو ال وام سي كيو ال، بس احنا راح ناخد الاكسس. ممكن قدام يعني ممكن نعمل هي السي كيو ال وام سي كيو ال يعني على السيرفر. تمام. بس يعني احنا الاكسس ان هي يعني حلاوتها ان هي بتكون يعني بتكون داخل الجهاز، يعني انت ما بيلزمكش تحمل برنامج السيرفر وتحط على اللوكال هوست، يعني غلبة يعني انت يعني على اكسس، لكن هي الاسرع ان هي تكون على السيرفر. لكن احنا عشان تدريب وكذا فاحنا هنكون على اللي هي الاكسس. طبعا ان شاء الله راح نعمل على السي كيو ال والام سي كيو ال. طيب فهذا الدرس راح نحكي عن اللي هي كيف نعمل جداول، كيف نعمل هي ربط بين الجافا والقاعدة بيانات، كيف نعمل اتصال، كيف نعمل تنفيذ جمل كبيرة السلكت والانسيرت والابديت والديليت، كيف نعمل الريزلت نجيب اللي هي نجيب البيانات البيانات عن قاعدة البيانات عن طريق كلاس اسمه ريزلت ميتا داتا. طبعا اللي هي يعني هي الأشياء المهمة يعني احنا لازم نعرفها. طبعا فقبل كل هذا إذا أنت بدك تعمل رابط من كلاس فأنت لازم تجيب له إيش درايفر اللي زي إيش مشغل عشان تعمل رابط. طيب إحنا أنا أجيب هاي عندنا اللي هو هدول الخمسة هدول تاع الجي آر، هدول تاع الكونكشن تاعون اللي هي الاتصال في قاعدة بيانات، فأنت لازم تحطهم لأنه هو في الجي دي كي مش مدعوم. تمام. فأنت لازم إيش تنسخ هدول تعمل لهم كوبي نسخ وتلصقهم داخل جي دي كي، او ممكن تعمل تعملهم استدعاء اللي هو يعني تعمل هنا بروجكت، هذا البروجكت تبعنا انا عملت بروجكت، تروح على اللايبرري تحط ايش اد جي ار. تمام. تفتح لك هنا فانت بتروح على ايش على اللي هو اليو كان اكسس، هل يو كان اكسس وهدول كلهم زي كده ايه نسخهم وتحددهم كلهم تعمل اوبن. انت كده يعني انت دعمت هذا المشروع، انه هذا المشروع ايش في داتابيز، لو جيت تفتحهم هان هتلاقي هدول هنا. طيب لو انت بتكشف هذه الطريقة ايش ممكن تعمل؟ انت راح تعمل ايش بالضبط كده؟ راح تروح على اللي هو السي، هتروح على البروجرامينج فايل، تروح على جافا، على اللي هو الجي دي كي 1.8.0، وتروح على اللايبرري او لا على على الجي ار على اللايبرري، هتروح على الاكزيت وهتقول هنا ايش لصق، اقول استبدال انا كنت حاططهم قبل وحتحطوا هنا متابعه، هاي وش ايش حيحط لك اياهم. تمام. طيب نيجي نعمل هنا رابط بين كلاسات. كيف انا ممكن اعمل رابط بين كلاس؟ طيب انا حقول له كلاس دوت فور نيم. الكلاس هذا اللي هو هذا كلاس موجود داخل جافا، كلاس عادي. طبعا هو موجود في اللانج. انا هاخد منه ده اللي اسمه فور نيم. طبعا فور نيم هي ستاتيك. طبعا هذه تتم عملية رابط بين اللي هي البرنامج الجافا وقاعدة بيانات. طيب انا هقول له داخل يعطيه سترينج، السترينج هذا اللي هو ايش اللي هو المسار او الباكج اللي هو تاع قاعدة بيانات. طيب انا هقول له نت دوت يو كان اكسس يو كان اكسس دوت جي دي بي سي دوت اللي هو ايش اقول له يو كان اكسس درايفر. تمام. طبعا هذا حيطلع اكسبشن فانا لازم اعمل له اد ثرو او مثلا تراي كاتش، فانا اقول له تراي كاتش. طيب طبعا يعني احنا بنكفي انه ناخذ هذا السطر اليوم ونشوف كيف يعني احنا حنعمل هو اللي كيف حطينا اللي هي الجي دي كي اللي هي القاعدة بيانات طبقناهم في الجي دي كي. فان شاء الله الدرس القادم راح نعرف كيف نعمل جداول، عشان لازم احنا نعمل كونكشن فلازم نجيب اسم الجدول واحنا مش عاملين جدول. فنشوفكم الدرس القادم ان شاء الله، وان شاء الله يكون يعني هو الدرس سهل جدا، يعني ما اخذناش حاجه بس اخذنا الكلاس فورنيم نعمل رابط بين برنامج وقاعده بيانات. نشوفكم الدرس القادم والسلام عليكم.